and non-prescriptive. From the euro to environment to the use of energy, how to stop wars and famines. We're competing over resources. We're competing over who writes the rules for the global economy. But at the same time, we have a world of hyper-interdependence. The future of one country is completely linked to the future of the next. The problem is that we have an architecture of power which corresponds to the economic architecture of the 1970s. Science, technology, the market and economics are globalized. Politics are not. No one seems to have, not even the superpowers, the power that is needed to tackle the problems that the world is facing. The issues are across borders, with each other, so it's a huge enterprise. Governments can't keep pace, and things change just so quickly. The danger is that some of those challenges become very immediate and very, very problematic indeed. What are the new sorts of models that we can think about that will allow for the provision of public goods going forward? We need to think holistically, get a more global perspective on problems, and get a perspective from different points of view, from the private sector, from government, from academics, from think tanks and activists. Business, science and technology, media, they all have a seat at the table when decisions are deliberated on. It comes down to collaboration. There's no one company, no one country, no one NGO or university that has all the answers. Be inclusive of many perspectives. That have both the depth to deal with the technical issues and the breadth to deal with all the linkages across the world. And if we don't try to tackle them in this multi-stakeholder approach, it's going to be very difficult to solve them. Constructive collaboration across knowledge boundaries and subject areas is what makes this network unique. We know what the world's most pressing challenges are. We have the opportunity to jointly shape the global agenda. Good afternoon, everybody. مساء الخير ونرحب بكم مرة ثانية. اسمي دي غاوينغ ويسرني أن أرى الآلاف منكم في هذه القاعة، لكن هذا لن يكون الحال في اليومين القادمين. هذه جلسة تجسر إلى الرسميات والنقاشات المكثفة. نحن فقط في البداية الآن. ما هو السياق العالمي الجديد وما هو مستقبل وتبعاته على الحكومات العالمية؟ هذه جلسة حوارية كبيرة وهذا نقاش جدلي، وأريد منكم أن حاول أن تصلوا إلى جوهر هذه التحديات. ما تفعله، ما لا تفعله في هذه اللحظة. سأطلب منكم أولا أن تغلقوا هواتفكم النقالة سامسونج وجالكسي وآيباد، وإن أبقيتموها مفتوحة أرجو أن تطبقونها في حالة في وضعية الصامت. ونحن نحاول أن نساهم في المشاركة أو شبكات التواصل الاجتماعي، وسأحاول أن أكون جزء منها، ولكن نحاول أن نخرج بأكبر عدد ممكن من الأفكار والآراء. هذا هناك بث حي يتحرك الآن على شبكة التواصل الاجتماعي، وهذه هي نقاشات موجودة على في مجالس أو أجندة العالمية. وبالتالي أرجو أن تفكروا في هذه المسألة بهذه الأطر وبهذه الأفكار. أريد منكم المشاركة، أن تبعثوا لي أي أفكار موجودة لديكم. لدي عدد منها وصلتني بالتركيز على الشباب والتحديات، تحديات التوظيف وحوكمة المؤسسات العالمية، وبالتالي هذه مسائل لابد من طرحها وسنحاول أن نركز عليها بعض الشيء. دعونا نسمع من مؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي كلاود شواب، وسيبدأ بافتتاح هذه الجلسة النقاشية. شكرا نيك، ودعونا نكون مباشرين. ليس لدينا حاليا نظام حوكمة عام، بل هو متعدد، لم يعد قادرا في معالجة التحديات الموجودة في القرن 21. دعوني
من وحي المساهمة الإيجابية أود أن أسلط الضوء على بعض المعايير التي يمكن من خلالها إعطاء منظور عن أنظمة الحوكمة العالمية كيف يجب أن تكون وما هي عليه الآن. أولا، النظام العالمي للقرن 21 لابد أن يكون متعدد الأطراف، متعدد أصحاب المصالح، وجهة واحدة لا يمكن أن تعالج قضايا الموجودة على الجدول على الأجندة العالمية بشكل فعال. وثانيا، النظام العالمي يجب أن يكون منتظم بحيث لا يكون مقسم على جزئيات ودوائر مختلفة كما هو الآن. فمجالس الأجندة العالمية لابد من وجود هذه العلاقة البينية بينها القوية، ولابد أن تكون أيضا استراتيجية. وما نراه الآن هو 99% من الطاقة المستهلكة أو المستوعبة تركز على الوضع الراهن وليس بالتفكير بالمستقبل. ورابعا، يجب أن تكون هذه الأنظمة متزامنة، أي يتم تجريبها واختبارها لتكون مناسبة لصنع القرار في سياق العالم المتغير بشكل سريع. ولابد أن تكون شمولية أيضا وفعالة في آن واحد. فكيف نجد هذا الخليط المتفوق بين هذه المعطيات؟ سادسا، لابد أن يوضح بشكل متواصل الشرعية، ونحن في عالمنا اليوم الشرعية لا تبديها فقط المبادئ الديمقراطية بل أيضا من خلال أهداف واضحة قابلة للقياس وشفافية ونتائج ملموسة. سابعا، لابد أن يكون لهذه الأنظمة قدرة على التحقق من القرارات ونجاعتها كما هي قرارات مجموعة العشرين. وأنا هنا أستثني غانمان يوغا الموجود في هذه الجلسة. والقرارات هناك كما هو واضح في الساحة العالمية هناك إشكالية، وهذه الإشكاليات نابعة من فكرة أنه هناك وعود وعهود يتم إبرامها لكنها لا تحقق على أرض الواقع. ثامنا، لابد من إقامة ضمير عالمي، والمصالح الدولية لابد من مراعاتها ولا يجب أن لا تكون هي المسألة السائدة وليست المحلية. وهذه المعايير المستدامة لابد أن تكون مبنية على إطار أخلاقي عالمي أساسي. وهنا نتحدث بوجود نائب الأمين العام للأمم المتحدة و المؤسسات الحكومية وإعلان، وأيضا نتحدث هنا في إطار إعلان حقوق الدولي العالمي للإنسان، وأيضا إعلان الواجبات الإنسانية لابد أن يكون هذا أيضا عنصر مهم. وأخيرا، لابد من مثل هذا النظام أن يكون إقليمي وطويل الأجل ولا يمكن أن ينفذ بشكل فوري. لابد من وجود خطوات براغماتية من أجل جسر الفجوة بين الرؤية هذه والنقطة التي نتواجد عليها الآن. نحن هنا في هذه القاعة، لدينا رؤية متضمنة بشكل واضح بهذه المسائل، ولدينا هنا تلهف لأن نسمع من هؤلاء أو الموجودين على المنصة ثلاثة من القيادات المهمة في العالم الذين نجحوا في الدخول بنا إلى القرن 21 بنجاح. Let me just give you the email. اسمحوا لي أن أعطيكم عناوين البريد الإلكتروني وتويتر لاستلام رسائلكم، هي مبينة على شاشة أمامكم، وأعطيكم فكرة عن بعض الرسائل التي توصلنا خاصة فيما يتعلق بالشباب. ما هي أهم التحديات التي يواجهها الشباب؟ 17% من شعوب العالم هي من الشباب، وأيضا تصل البطالة إلى 40% بين
الشباب، فما هي الحلول المتاحة من بين الرسائل الأخرى؟ كيف يمكن أن نتغلب على الديون والأزمة الاقتصادية وغير ذلك؟ هذه أمثلة عن الرسائل التي توصلنا، ولكن سوف نستمع الآن إلى المتخصصين الثلاثة، ورجاء أن تستمروا بتدوين هذه الرسائل ولا تنتظروا إلى الدقيقة الأخيرة في نهاية هذه الجلسة. الآن الكلمة لجوردون براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، لديه 5 دقائق. منذ 50 عاما قال جون أف كينيدي أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تستكمل إعلان الاستقلال بإعلان التبعية المتبادلة، وأعتقد أنه يتعين علينا جميعنا أن نعمل على التعاون الدولي وتعزيزه الذي بات ضروريا بحسب ما قاله البروفيسور شواب، وهذا أساسي بالنسبة للشركات والحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكثير من مجموعات الضغط من حول العالم. لماذا هي مهمة؟ فإذا ما نظرت إلى المسائل الأساسية في السياسات الاقتصادية التي يجب أن نعالجها، أعتقد أنها تبين لماذا غياب التعاون الدولي أصبح عائقا أمام كل دولة على حدة. نحن نعرف أن الجميع يتأثر الآن من خلال تراجع فرص النمو من حول العالم، ونعرف أن الأزمة المالية في أي دولة قد تؤثر على كل الدول من حول العالم، ويجب علينا أن نبني القواعد الأساسية الداعمة لنظام عالمي، ونعرف أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة التي تهم الكثير من الشركات المتواجدة معنا هنا لا تجري بما نرغبه. وباسكال لامي سوف يشرح لماذا لأول مرة منذ 40 سنة يصعب أن نتوصل إلى اتفاق تجاري، ونعرف أيضا أن أهداف التنموية للألفية أساسية، ولكن حاليا لدينا فرصة ضئيلة جدا في تحقيقها. لماذا نرى أن في عالمنا المعتمد على بعضها البعض قد أدى إلى تراجع التعاون الدولي في ظل الأزمة المالية؟ قد نلقي اللوم على القادة كما يفعل معظم الأشخاص، وهناك وأيضا على وزراء المالية، وهناك نوعان من الوزراء الذين ينجحون أو يفشلوا، ويمكن أن نفهم ردود الفعل هذه في ظل أي أزمة وهناك تراجع. وأتذكر أنني شاركت في اجتماع في واشنطن وكنت أقرأ الحملة العالمية ضد العولمة في الخارج، وكان هذا يغطي أو يعكس عن شعور الحمائية الذي نتج عن الأزمة. ويمكن أيضا أن نلقي اللوم على غياب التعاون ونقول أننا لم ننتهز الفرصة المتولدة من مجموعة الدول 20 وصندوق النقد الدولي والكثير من المنظمات الدولية الأخرى، ولكن أعتقد أننا بدأنا نلاحظ أن المشكلة هي أن العالم يتبدل سريعا، ولم يعد باستطاعة دولة واحدة أو اقتصاد واحد أن يدفع العالم قدما. منذ 10 سنوات كانت الولايات المتحدة قادرة على القيام بذلك، بعد 10 سنوات يمكن لآسيا أن تفعل ذلك ربما، ولكن حاليا نحن في مرحلة انتقالية حيث معظم الإنتاج في جزء من العالم والاستهلاك في جزء آخر من العالم. وإذا ما فكرنا في العلاقة بين المنتج والمستهلك، دوما سوف يكون هناك علاقة ثقة بينهما، وبالتالي في مرحلة الانتقالية هذه بات التعاون أكثر أهمية وضرورة لها، ويتعين علينا أن نحتاج جميعنا دعما للحاجة إلى التعاون الدولي، وأننا لن نعود إلى مستويات النمو التي اعتدنا عليها إلا حدث ذلك. ويتعين على الصين والولايات المتحدة والهند المساهمة في كل ذلك للتوصل إلى اتفاق نمو عالمي. ويعتبر سوق النقد الدولي أنه يمكن أن نولد 25 مليون وظيفة
الوظيفة إذا ما فعلنا ذلك. ونحن أيضا بحاجة إلى إصلاح مؤسسي حيث يكون صندوق النقد الدولي المؤسسة المسؤولة عن المراقبة، ويجب إشراك دول أخرى إلى جانب مجموعة دول العشرين في التداولات، ويجب أن يكون هناك المزيد من التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والدول. ويمكن بفضل التعاون الدولي إذا ما قررنا على أهمية ذلك أن نتغلب على هذه الأزمة. وفي هذه الحالة أصر على أنه في أي أزمة مستقبلية بغض النظر عن مكان انبعاثها، سوف يتساءل الجميع لماذا لم نتعلم العبرة في الماضي ونلحظ أهمية التعاون الدولي. وأقترح عليكم جميعا في غضون جلساتكم الاستشارية في المجالس المختلفة أن تتحدثوا عن تغيرات ضرورية في السياسات في التعاون الدولي، وهناك آليات أساسية لدفع ذلك قدما. وأيضا جون إف كينيدي قال أن هؤلاء الذين يرسمون الحاضر على أساس الماضي يشيحون بنظرهم عن المستقبل، وأعتقد أنكم أنتم سوف ترسمون المستقبل. قبل أن ننتقل إلى باسكال وأليسون، أود أن نتواصل حول الأسئلة التي تأتينا أو تعليقات الحوكمة العالمية مقابل الحوكمة المحلية. هذا سؤال، وتعليق آخر موجود على تويتر: كيف نأخذ هذه الأنظمة ونضع فيها أنظمة حكومية ذات متعددة المصالح وأيضا تحوير الأنظار والموارد عن المسائل المهمة؟ وكارولاين، مشكلة البطالة والشباب في مشكلة كبيرة في أفريقيا، 10 ملايين نسمة في أفريقيا لا يمكن أن يجدوا هذه الفرص. هذه تعليقات وصلتني حول الشباب والتوظيف في دول النامية. باسكال، الكلمة لك. سأبدأ، شكرا لك أولا، سأبدأ من تشخيص مختلف جزئيا. وبرأيي المسألة ليست أن النظام كله فاشل وليس ناجحا، بل جزئيا النظام العالمي ينجح فيما يتعلق بالإيصال، مثل الغذاء، الطرق، الدواء. هذه أمور نجح فيها العالم، صندوق النقد الدولي، مؤسسة الأمم المتحدة للتنمية، كلها أو الـ UNDP تحديدا، كلها نجحت بدعم كاف. فلن أشتتكم عن هذه الجزئية من النظام. نحن نتحدث عن جزئية أخرى ليست متعلقة بإيصال الخدمات أو السلع، بل إيصال الشباب للحقيقة. هذا هو الجزء، ليس ناجحا سوى بسبب التنسيق في الاقتصاد الكلي أم في المعايير الدولية الاجتماعية والقطاعات المالية بالمقارنة مع النظم السابقة في بالنسبة للقطاع المالي في الصفقات ومع التعاملات التجارية. لماذا هذا هو تشخيصي؟ هذه النقطة التي أود أن أطرحها في هذا النقاش. وليس الأمر متعلق بدرجة كبيرة لفقداننا الأنظمة، بل الأنظمة موجودة والمؤسسات موجودة، وربما هي بعيدة جدا عن المثالية، إلا أن لديها تصاميم ليست بالكاملة بل هي أساسيات، وبالتالي ليس لدينا الكثير الأدوات والمحركات للحوكمة العالمية موجودة، لكن الوقود الذي سيحرك هذا المحرك أو يشغل هذا المحرك هي الطاقة السياسية، والطاقة السياسية محركها هو الحوكمة.
وأولئك الذين لديهم الشرعية من الشعوب أو الحوكمة المنتخبة التي تقوم بقيادة هذه المؤسسات بجزء من الشرعية. هذا هو الجزء الذي نعاني فيه من المشاكل الكبيرة. نحن لم يتبقى لدينا كثير في محركنا من الوقود من الطاقة السياسية، وبالتالي هذا أمر نتفهمه. هناك غضب بين الشعوب، وهنالك كثير من المطالب، والاقتصاد لا ينمو بوتيرة كيف تفي بمطالب الشعوب والحاجة للوظائف. الطاقة السياسية هي التي تنقصنا، وهذا يتطلب الكثير. علينا أن نوضح للشعوب أن علينا أن نقوم بمهام قد لا نستطيع فعلها بمفردنا، بل بحاجة للآخرين لنتعاون معا وننجزها. في بعض الأحيان تكون القرارات والخطوات صعبة. النقطة الأساسية هنا في هذه اللحظة، نحن الآن على مشارف فترة تفتقر للطاقة الدولية، وهذه الحالة ستبقى لطالما بقيت الأزمة الاقتصادية. أما السؤال كيف نخرج من هذه الحالة وكيف نجد طاقة إضافية كي نتمكن من تعويض الطاقة التي فقدناها. وبهذا أختتم كما فعل زميلي جوردن براون. أعتقد أنه لابد من وجود جهة أخرى غير الحكومات لتوفر هذه الطاقة المفقودة، وهي المجتمعات المدنية والمنظمات والجماعات والمجموعات التي لديها شرعية أقوى من شرعية الحكومة. يمكن هي أن تمثل الأمل لهذه الدول. عندها ربما نكمل من خلال هذه الجهات إخفاقات الحكومة وإخفاقات السوق. شكرا لك باسكال. وأرى كثير من الأفكار تأتي في أذهانكم أثناء النقاش. المؤسسات لا يمكن أن تكون عالمية في هذا السياق، فلا بد أن تحصل على مزيد من الانتباه. كيف نؤسس لاستعادة الثقة من محمد السيس؟ وننتقل ل 54، كيف نعدل الإطار العالمي للحوكمة العالمية، وهل يمكن أن تكون هذه مفصولة؟ وهنا لجوردن براون، جريان رتيج يتحدث عن المواطن و الحكومات، كيف يمكن أن تسمح للتعاون لمعالجة التحديات التي تواجه العالم؟ وباسكال تحدث عن الحكومات المؤسسية. تحدث المتحدثين السابقين حول التحديات العالمية، لكن هنالك مسألة مهمة أمامنا اليوم، وهو التعاون الدولي والعولمة أصبحت مشكلة أكثر من كونها إمكانية واحتمالية. وإن كانت الإجابة ونجيب العالم إذا كان فعلا العولمة أصبحت مشكلة، فنحن في عصر مظلم، لأن هذا يعني أننا في حين أن هذه الصيغة هي التي توفر الإجابات والفرص وكل شيء إيجابي، إلا أننا لا
نتمكن من إيجاد هذه الحلول. الحلول يجب أن تكون في المصالح القومية، ولكن الحلول الدولية يجب أن تكون ذات فحوى محلية وأن تكون في المصلحة القومية لكل الدول. فالاتفاقيات الدولية وأيضا كتابي الصحافة يجب أن يتفقوا على القرارات التي تتخذها على الصعيد الدولي، وبالتالي تكون ذات فائدة محلية أيضا. وهذا سياق عام يجب أن نأخذه بالاعتبار في أثناء تعاملنا مع مسألة العولمة، وهذه المجموعة أو الحضور تمثل فعلا أهمية المصالح المشتركة. خلال 5 سنوات ربما يكون هناك تغيرات جغرافية، سياسية، اجتماعية، وأيضا القوى الاقتصادية وانتقالها إلى آسيا، وعدم الارتياح لمسألة إصلاح مجلس الأمن من قبل قوى دولية. السيد باسكال تحدث عن آثار ليس فقط على البطالة والشباب، بل مشكلات ضخمة تتجاوز المجال الاقتصادي فقط، كما تحدث السيد باسكال. إضافة إلى التغيرات الضخمة في عالم الاتصالات، في حياتنا شهدنا تطورات كبيرة. كنت في دارفور، كنت وسيطا لحل النزاع في دارفور، وكان هناك من يتطوعون بإخبار الشركات الإخبارية أو التلفزة على المعلومات من خلال التقنيات. وأما في الربيع العربي، أعتقد أن علينا أن نفكر بمسألة أخرى، وهي طريقة تفكير الناس بالنسبة لهذه الأزمة العربية. كلنا نتأثر بالأوضاع والتطورات المأساوية والبشعة في سوريا، لكن من الجوانب المهمة التي يجب أن نأخذها بالاعتبار أن هذا النزاع يتخذ طابعا طائفي، ديني، عرقي. وإن تحدثنا عن هذه الأبعاد، يمكن أن هذا يؤدي إلى تبعات خطيرة على المنطقة وأزمة إقليمية. المسألة الطائفية الدينية هي مسألة لابد أن نتخذ الحذر منها. الموضوع الآخر وهو التهديد الوجودي للكون من خلال الكوارث البيئية. وسمعت من محافظ نيويورك تحدث عن التغير المناخي وأنه لابد من اتخاذ خطوات حثيثة للحيلولة دون وقوع فيضان آخر على منهاتن مرة ثانية. ربما هذه الجلسة لا تمثل حقيقة الوضع الذي سأتحدث عنه، وهو مسألة تمكين المرأة. تمكين المرأة مسألة مهمة جدا، الجمهور صفق لهذه الكلمة دليل على أهميتها. هنا البيئة والمسألة الحقيقية هي أنه ها نحن أمام الحوكمة التي لن نستطيع توليها بمفردنا. هذه هي الأساس أمام مشكلات الحكومة. لا يمكن لجهة واحدة أن تعالجها بمفردها، لا أمم متحدة ولا اتحاد أوروبي ولا قطاع أعمال. نحن ندرك أن علينا أن نحقق هذا الأمر معا. هذا هو النموذج، هو أن نضع الموضوع كاملا في آنية واحدة و نجمع كل المعنيين حول طاولة التفاوض. وبالتالي فإن المنتدى الاقتصادي العالمي هو فكرة رائعة خلابة من أجل نقاش هذه المسائل التي تهمنا بشكل مشترك. إن أردنا أن نشتغل كل على حدة، فهذا سيؤدي إلى 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 مزيد من التردي. لكن إذا أردنا حلول، لابد أن تكون الحلول عالمية ذات مصلحة قوية.
قومية. أعتقد من هنا يأتي أهمية اجتماعنا وأن نتحدث عن هذه المواضيع الدقيقة، وأننا إن حققناها معا فإننا في الأمم المتحدة على أتم الاستعداد والسرور أن نتلقى منكم بعض التوصيات. نحن بحاجة لأن نكون محفزا للعمل، وأنتم يجب أن تكونوا محفزا لنا، وأريد أن أرى المنتدى الاقتصادي العالمي حليفا لنا في هذه المسائل. شكرا لكم. هناك ضغط قوي وبعض القلق بشأن الجيل المقبل، وأنا أوافق على أهمية وضع الأجندة الخاص بجيل المستقبل ليكون لدينا أمل بالمستقبل. هناك بعض الآراء المختلفة حول الحوكمة العالمية والأغراض المشتركة للحوكمة المحلية. أطلب من كل واحد منكم أن تعلقوا على ذلك لإثارته في الرسائل التي نستلمها. جوردون براون، اتفقنا على عدد من المسائل. يتعين علينا أن نلاحظ أن العالم سوف يزيد من ترابطه وتبعيته، وهناك بعض المجالات التي يمكن أن نعمل بها أو عليها بشكل جيد، ولكن هناك بعض المجالات مثل المالية والتغير المناخي والنمو والاستقرار المالي والأهداف الألفية التي بحاجة إلى تحسين فيما يتعلق بعملنا المشترك. وإذا كانت الدول تخلت عن فهم أن هناك حدود لاستمرارها بنجاح من دون تعاون دولي لن تدعم هذه المبادرات. فإن لم تفهم الولايات المتحدة أن ازدهارها المستقبلي يعتمد على التعاون الدولي وأنها غير قادرة على القيام ببعض الأشياء لوحدها، فلن تقوم بدعم التعاون الدولي الذي نتحدث عنه. يجب أن نتحدث بكل المواضيع على حدى، و أتوقع من القادة الأمريكيين أن يتحدثوا عن ذلك. وهناك الكثير من المبادرات الجيدة التي لم تحظى بالدعم الدولي ولم تؤدي إلى جمع المصادر المالية المناسبة، فلماذا ليس لدينا ضغوط من المجموعات أو المؤسسات الأهلية ومجموعات الضغط للضغط على القادة للتوصل إلى إطار للمضي قدما؟ وجدت هذا السؤال، لماذا لا يكون هناك تعاونا إضافيا لمواجهة الأزمة المالية؟ هل أدى ذلك إلى تراجع التعاون؟ الإجابة عكس ذلك. كان قبل ذلك هناك استعدادا للعمل سويا لمعالجة الأزمة، ولكن مع دفع الأزمة وراءنا لم يكن لأي سياسي سمعة جيدة أو جدارة في التغلب على الأزمة، فابتعدنا عن التعاون الدولي، وبالتالي السياسيون كانوا يستفيدون أكثر من الادعاء بأن هذه الأزمة سوف تحل محليا وعلى مستوى الدولة، وبالتالي كان هناك تراجع بعد ذلك على المستوى للعمل على المستوى القومي بدلا من التعاون الدولي. ولكن المشاكل باتت أكثر هشاشة وهي تحتاج إلى التعاون الدولي الذي أتحدث عنه، وسوف أعطي مثال بطالة بين الشباب تشديدا على هذه النقطة، ربما أعود إلى ذلك في وقت لاحق. باسكال، فيما يتعلق بالأهداف المشتركة وبعض التعليقات حول هذا الموضوع، مثلا التنسيق بطبيعة الحال مهم، ولكن كيف يمكن أن نتخذ القرارات ونخضع للمساءلة؟ ما هي إمكانيات التعاون والتنسيق حول التغير المناخي؟ تعليق آخر، لماذا المؤسسات الدولية غير قادرة على حل المشاكل الأزمة الدولية والحوكمة؟ لدي موقف يختلف بعض الشيء عن جوردون، رغم أنني أتفق مع تعليقه الأول. فرأيي هو أنه أثناء الأزمة المالية
كان هناك تأثيرا سلبيا على التعاون الدولي بدلا من تعزيزه. وأوافق مع جوردن على أنه في المرحلة الأولى من الأزمة كان هناك اتفاقا جماعيا على القيام بشيء لإيجاد حل، وكان هناك اتجاه لإنفاق الأموال، وهذا ليس الأمر الأصعب بالنسبة للسياسيين. وقرروا جميعهم أنهم سوف يفتحون المجال لصرف الأموال من المصارف المركزية والميزانيات، وكان هذا مقبولا بعض الشيء آنذاك لأنه كان عملا منسقا ولكن لم يكن الأصعب في الحوكمة. وكان هناك بعض الحلول الإيجابية في البداية تأتى من الأنظمة والقوانين أو المالية، وأعتقد أنه يجب أن نثني على عمل جوردن، لأن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك كان يدعم هذه الفكرة وكان تراجعا جذريا عن الموقف الذي اعتمدته بريطانيا منذ 20 عاما. ولكن الواقع أنه عندما حان الوقت لنعالج بعض المسائل تتطلب منا أن نتغلب على الترددات الوطنية في تقديم التسويات، لم يكن هناك طاقة للقيام بذلك. لننظر في العلاقات المالية والمؤسسات التي لا تزال تعاني من الصعوبات في التوصل إلى الأنظمة، ولا أتحدث عما إذا كان سوف يتم تطبيقها وما يحدث إن لم يتم تطبيقها. فأعتقد أنه تأويل مخالف بعض الشيء لما حصل، وأنا أوافق تماما أنه في ظل هذه الظروف فإن الضغوط السياسية تأتي على المستوى المحلي، ومن هنا تأتي الشرعية السياسية، ويجب أن تبقى الشرعية السياسية محلية، وهذا مبدأ أساسي لمؤسساتنا، فيتعين على السلطة أن تكون على مقربة من الشعب. وأعتقد أنه مطلب عالمي. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نترجم هذه المسائل العالمية والدولية على المستوى المحلي؟ وأعتقد أن التغير المناخي والتجارة هي من بين الأمثلة، وعندما نلاحظ أن تذليل العقبات أمام التجارة يؤدي إلى خلق وظائف، فنجد الدعم لهذه المسألة. أعتقد باسكال أنه حان الوقت لكي نستبعد الحدود السطحية بين ما هو وطني وإقليمي ودولي، فكل المسائل التي تعترضنا ذات علاقة على كل هذه المستويات. ليس هناك فرق بين الدولي والوطني. الواقع أن ما هو دولي هو وطني بالنسبة لطرف آخر أو لدولة أخرى. وإذا ما اعتمدنا هذه النظرة، نلاحظ أنه يجب ألا نلقي اللوم على العالم الخارجي دوما. وللأسف أن هذا الأسهل في سياق ديمقراطي، وننظر إلى الخارج ونلقي اللوم ونعتبر أن المشاكل تأتي من الخارج، وهذا الأسلوب خطير جدا ويؤدي إلى حدود سطحية خاطئة تفصل بين ما هو دولي ووطني. وإذا ما بدأنا بالتقبل أن المسائل هي نفسها مطروحة على كل المستويات، سوف نتجه في الاتجاه الصحيح لحل هذه المشاكل. وأيضا يجب أن نبتعد عن النظرة القصيرة الأمد، وبطبيعة الحال إذا كنت تقترب من انتخابات يجب أن تولي أهمية للناخبين، ولكن يجب أن نبتعد عن ذلك قريبا، وإلا لن نتمكن من أن نحصل على تبني لهذه الحلول، ولا يمكن أن نقوم بتطبيقها على أساس خيرية، ولكن يجب أن نقوم بتطبيقها ضمنا لأمننا. بعض التعليقات تقول أن العولمة أصبحت بالية ونتعين إلى التوصل إلى حلول تبدو وكأنها وطنية. وأيضا فايزان أودين يسأل: هل إن المصالح الوطنية تسيطر على المصالح الدولية؟
هذه هي المسألة الأساسية. من حول العالم يمكن الشباب أن يتواصل، ونرى عمل أيضا مجموعات الضغط، وجميعنا يعي أن المصالح الوطنية سوف تبقى دوما السبيل الأهم. وإذا ما كان كنا نريد أن يكون لدينا وقعا سوف نفعل ذلك، ليس فقط إقليميا ودوليا ولكن أيضا من خلال الضغط على الحكومات للحلول الأكثر مسؤولية. أود أن أعود إلى مسألة البطالة التي أثيرت في الآراء التي أبديت على تويتر. بات واضحا أنه بالنسبة للولايات المتحدة لن تتمكن من أن تحقق نموا سريعا بسبب الديون والنفقات والقيود على النفقات العامة وعدم قدرة الاستثمارات الخاصة أن تنظر في هذه الفرص الاستثمارية. والولايات المتحدة تنظر في تعزيز صادراتها للخارج، وهذا هو أيضا موقف أوروبا التي تحتاج إلى المزيد من الصادرات لتحقق نموا، ولكن ليس هناك كوكب آخر مثل المريخ نقوم بالتصدير إليه. ولذلك يجب أن نتوصل إلى اتفاق يتعين على الصين أيضا أن توسع نطاق استهلاكها، وأيضا أن تفتح الهند أسواقها، وبعد ذلك نستعيد ثقة المستهلكين في الغرب. ونحن بحاجة إلى اتفاق دولي لذلك، لن نحقق ذلك إلا من خلال الاتفاق الدولي. وهنا أعود إلى النقطة التي أثارها باسكال. كان هناك في وقت مضى مستوى عال من التعاون الدولي لأسباب مختلفة، ولكن افتقدنا إلى ذلك. لدينا إدارة أمريكية جديدة، وبات باراك أوباما قادرا على أن ينظر إلى الخارج، ولدينا قيادة صينية تتبوأ منصبها قريبا، ويجب أن نرى ما يمكن تحقيقه على المستوى الدولي بفضل التعاون الدولي. ونحن نقترح اتفاقا يلي الإجراءات الآنية التي أخذناها للتغلب على الأزمة المالية، وهذا سوف يساعدنا على أن نمضي قدما، ولن نتمكن من أن نحقق مستويات النمو المتوقعة من دون ذلك. وبالتالي يمكن أن نقدم حججا على أسس اقتصادية تبين أهمية التعاون الدولي، وهي في مصلحة كل الدول من حول العالم. سوف أعطي الأولوية للنساء من الحضور، رجاء أن ترفعوا يدكم. إذا أعطي الأولوية للنساء لأنهن غير ممثلات في المتحدثين. وأيضا هناك تعليق يقول أن إشراك النساء في كل المسائل المتعلقة بالحوكمة بحاجة إلى إعادة تجديد. ويبدو وأن هناك تعليق من جوليا، إذا كانت موجودة ربما لديها تعليق، تفضلي. هل تعرفي عن نفسك بداية؟ تفضلي. داليا من بولندا، أشكركم على طرح هذه القضية، وأنا أعتقد أننا بحاجة لإجراءات توسطية لإسراع في تطور المرأة. وفي أوروبا لدينا أمثلة، لكن ما هي الأمثلة الجديدة التي يمكن أن نعطيها في بناء قدرات المرأة وتمكينها لإسماع صوتها في كل الاجتماعات؟ هل لكم من إعطاء نصح حول ما يمكن فعله لدمج المزيد من النساء في هذه المؤسسة الدولية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرار؟ هل هناك أي مشاركة أخرى من النساء في بين الحضور؟ أرجو أن تتقدمنا للمشاركة إن كان لديكم أي موضوع، أرجو ألا تترددوا. أنا اسمي نفيسة من خرطوم. سؤالي حول التوازن بين
العولمة واحترام الحدود الوطنية والمحلية. أنا من السودان من دارفور، وهذه مسألة مهمة لي لأنها ذات مصلحة محلية. سنأخذ النقاط التالية ثم سنسمع من يان حول كيفية إشراك والاعتراف بدور المرأة في الحوكمة العالمية. السيد باسكال لامي سيبدأ. أعتقد أن الأمر يتعلق بما كل منا عليه فعله ليخدم تعزيز دور المرأة في النظم المحلية. فغالبية النساء هنا أو النساء يشكلن غالبية المجتمع، وبالتالي لابد من هذه المشاركة. لا أعتقد أن المنظمات الدولية لا يجب أن يكون لديها نظام تحاصص للمرأة أو كوتا. مثلا إذا كان لدينا وظيفة وهناك مرشحين، لابد أن يكون العدد متساوي بين الرجال والنساء. هذه آلية وليست نظام محاصصة نستخدمه في لدينا. أعتقد أن العمليات المعيقة يمكن تجنبها، الهيكلية يمكن أن تساعد. وبالنهاية الأمر منوط بكل منا في أن نتصرف بالطريقة التي نعتقد أن علينا أن نفكر بها. الموضوع مهم، وتحديات في مجال تمكين المرأة. هناك تقدم، لكن هناك المزيد علينا فعله. أيضا هناك مسألة العنف ضد المرأة، وعلينا محاربتها على كل المستويات. أنا شخصيا كنت وسيطا في كثير من النزاعات، وللأسف لم أرى امرأة في الجانب الآخر من موائد التفاوض المختلفة. ومجلس الأمن والأمم المتحدة تبنت قرارا 1335 أعطى المرأة دورا في التواصل السلمي. وأنا في السودان التقيت عدد من النساء اللواتي شاركنا في المفاوضات في 2007، وحاولنا أن نتعاون في مختلف القطاعات وندرس كل قطاع لنحقق إنجازا في هذا المجال. شكرا. الآن سؤال من باكستان، حيث التقيتم عدد كبير من النساء الفتيات. كنت في باكستان قبل أيام، وكنت كذلك قبل 3 سنوات، ولاحظت اختلاف كبير، وأن مؤسسات المجتمع المدني تقودها النساء، والنساء لسنا راضيات بالهيكلية القائمة في بلدهن حول المناصب القيادية في المؤسسات. وأيضا نتذكر مالالا والتي 13 في عمرها، والتي أطلق عليها طالبان النار بسبب تظاهرها ضد مطالبة بحقها في التعليم. وأيضا في الهند هنالك مسألة النساء، وفي أفريقيا المرأة هي التي ستغير أفريقيا، لأنها لن تقبل النظام الحالي في البلاد الذي يقيد النساء من المشاركة في اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة. سواء هنالك أدوات قانونية أو أي وسائل أخرى، لكن بوسعي أن أقول غالبية الأطفال في المدارس يجب أن يكونوا من الفتيات، وبالتالي إن أخفقنا في دمجهن إلى التعليم سنخفق في رسم المستقبل الذي نريده. وهناك عمالة الأطفال وزواج الأطفال، وملالا كانت نموذجا عن هذه الخطوات الأولى وعزمها عن أو عزيمتها القوية في مطالبتها بحقها بالتعليم. النساء هن فعلا من يمكن أن يحقق التغيير. في 10 دقائق، ماذا يمكن أن نسهم به لتغيير سياق النقاش في مجال الحوكمة؟ سأنتقل إلى 3 قضايا. أن مثلا ستقول أن الأجندة العالمية تسيطر عليها المصالح الدولية، كيف نتجاوزها ونعزز التعاون؟
وبالنسبة للأسئلة السابقة، ماذا يمكن للقيم الدينية والمعتقد أن تلعب أن يكون لها دور إيجابي في تعزيز هذه الحوكمة؟ السيد لامي تفضل. إجابتي اليوم تتعلق بالتركيز على القطاع المحلي، و هناك مسائل تتعلق بعدم الاتفاق في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية وهنا والمفاوضات في التجارة العالمية. هناك ارتفاع في الأسعار، والأسعار العالمية أيضا مرتفعة، وبالتالي فإن الحكومات تعاني في المحافظة على انخفاض أسعار الغذاء، وبالتالي هذا يشكل ضغط إضافي عليها. ماذا تفعل الحكومات؟ تقلل التعرفة على الواردات الزراعية. هذا لا يدم على مستوى المنظمة التجارة العالمية بل على مستوى محلي. وفي المجال التالي الذي أتحدث عنه، وهو أنني لا أعرف كثيرا حول الآراء الإسلامية حول الحوكمة العالمية أو اليهود أو المنظور اليهودي لهذه المسألة، بل أنا لأنني مسيحي فأعرف عن المسيحية. هنالك تقاليد منذ منتصف القرن التاسع عشر في المسيحية تدعو الكنيسة الكاثوليكية وليون الثالث عشر في القرن التاسع عشر، وأيضا العقيدة الاشتراكية للكنيسة كانت تدعو لما يسمى بالسلطة الشرعية العالمية. لا أقول أنها صحيحة أو غير صحيحة، بل هي ثقافة موجودة بهذا الاتجاه. بالنسبة لجوردن براون وأيان لاسن حول سيطرة المصالح على الأجندة العالمية، أعتقد أن الجميع عليه أن يسمع صوته للآخرين، وأنا أتفق مع باسكال بأن العملية برمتها الآن لابد أن يتم البناء عليها من المواطن. وكلاوس يتحدث عن أزمة في الحوكمة. نعم هناك أزمة وأعترف بذلك، والسؤال شرعي، علينا أن نتأكد أن ما نتحدث عنه اليوم هنا يتم تنفيذه على يد الأفراد على المستوى الشعبي والمواطن. هناك مسألة عامل الثقة. عندما نرى هذه المبادرات والمشكلات التي تحيط بنا ولا نستطيع التعامل معها كقيادات، عندها سنفتقد لهذه الثقة. في هذه العملية لابد من بعد تحديد القضايا والمشكلات لابد من بناء الثقة، وهناك جدول التطوير لما بعد 2015. هذه أجندة يجب أن تناقش الآن وليس بعد سنتين أو ثلاث، وتأتينا لجنة من الأمم المتحدة لتقول ما هذا ما اتفقنا عليه مسبقا، بل لابد للقرارات أن تكون مملوكة للشعوب، وأن عندها ستتمكن أن ننفذ ما تريده الحكومات بدعم من الشعب. نعم هناك مصلحة للجميع، وما نخرج به من هذا النقاش هو قوة الشعب إذا كان يعمل على مستوى جزئيات أو دوائر محلية تريد أن تحقق تغيير. ونحن في كل عقيدة أو دين أو مبدأ سمعنا به لديه قاعدة حول المسؤوليات، مسؤوليات الفرد تجاه الآخرين، وجوانب من كل العقائد تعزز ذلك. وهذه مسألة ذات قلق واهتمام مشترك بين كل هذه الأديان. وهناك قصة عن الانهيار بعد الحرب العالمية الثانية، عندما عدد من الكتاب أندي مرو وغيرهم ووزير الثقافة وغيرهم من الكتاب تحدثوا عندما قالوا أنه إن لم يكن هنالك
قيم أخلاقية فلا بد من الاعتراف بمسألة القيم الفعلية. كيف نؤسس لمؤسساتنا ونعززها بأسس أخلاقية واضحة وندرس هذه الأبعاد، وبالتالي هذا سيأخذنا للاستنتاج بأن الاعتماد البيني يعتمد على حلول دولية، وهذه هي الرسالة التي استفدتها من السنوات الأخيرة. أنا ساسكيا ساسن، أعود إلى مسألة المرأة. هنالك بعض الأدلة التي تؤكد أن النساء يشكلن شبكات، النساء لديهن شبكات والرجال يحصلون على العمل. سؤالي، هذه البنية التحتية لشبكات النساء في مناطق نائية من العالم ومناطق محورية من العالم، ألا تعتقد أن هذا يوحي بأنه من الأسهل أن نشرك المرأة؟ أود من ممثل الأمم المتحدة جنيليسون أن يتحدث عن هذا الموضوع، أن يكون لدينا بنية تحتية لدمج المرأة في مختلف المستويات ومختلف الأماكن في مجموعة من القضايا التي نعالجها. ماذا عن شبكات النساء والاقتصاد، منتدى الاقتصاد العالمي، أين دوره؟ هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة إدارة الحوكمة والسيطرة وتتعلق بالتبعية والهرمية الذكورية في الحوكمة، وبالتالي لابد من وجود تنسيق وتعاون، وهذا هو محور حديثنا اليوم، مستقبل التكنولوجيا ومستقبل الدول. هذه المسألة أنا أتفق معك كليا بالنسبة لدور المرأة في التشبيك وآثارها وكيف نحكم أنفسنا في المستقبل. كنت أعمل مع رئيس الوزراء بالما حول أهمية دمج المرأة، وقال لي أنت مخطئ، هذا الموضوع حول مسألة الرجل، وبالتالي من الجيد أن يكون لدينا الشبكات، إلا أنه علينا أن ندرك أنه إمكانيات مهولة موجودة في نصف المجتمع المعطل، لابد من استغلالها بشكل لم يتم حتى الآن في تاريخنا. أنا أرى يد مرفوعة، لكن أريد أن نأخذ 3 أو 4 مداخلات لأنني سأضطر لإنهاء الجلسة. ما هو إخفاق منطقة اليورو ومسألة إخفاقات الحوكمة في منطقة اليورو وبلوم جاردن؟ هل لدينا المؤسسات العالمية التي نريدها أو نحتاجها، أما نحن بحاجة إلى مزيد منها؟ وسؤال من أن باسكال لامي تحدث أن القيادات تركز على معالجة البطالة والأزمات الاقتصادية، ما هي القيادات التي موجودة في مناطق متطورة وتوظيف عالي؟ ألا يوجد لديها أمل، أم سيستمر الغرب في السيطرة على القيادة على مسألة الحوكمة؟ تفضل السيد باسكال لامي. هذا سؤال جيد. صحيح أن الأزمة اليوم تؤذي الدول الغرب الغنية مثل الولايات المتحدة واليابان أكثر مما تؤذي الدول الناشئة، ولأن الدول الناشئة هي في مرحلة النشوء، وبالتالي التحديات المحلية عالية، وأهم مثال على ذلك كما نعلم هي الصين، الهند، جنوب أفريقيا، مكسيك، نيوزيلندا، وهي دول
تسرع سرعة التغير الاقتصادي لابد أن تطابقها تغيرات سياسية اجتماعية. إجابتي البسيطة على هذا السؤال هي أنا دول الناشئة التي هي في مراحل تغيير سريعة هي بحاجة إلى كثير من الطاقة السياسية كي تواصل مسيرتها. فعلى سبيل المثال الفساد والظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي، هذه مسائل مهمة جدا في إطار الحوكمة. الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة واليابان لديهم نفس التحديات، وهم جميعا أصبحوا مستعدين لتولي القيادة الدولية التي تدين بها هذه الدول إلى دول النامية. قد نصل في المستقبل، لكننا ما زلنا بعيدين الآن. بالنسبة للسؤال حول المؤسسات العالمية وما أنجزته، هذه المؤسسات يمكن أن تستخدم بشكل أفضل، ولدينا الأمم المتحدة والبنك الدولي. واسمحوا لي أن أقول أن وسيلة التعاون مع البنك الدولي هي مسألة جديدة. فليمكن وبنك مون اتفقا في البنك الدولي والأمم المتحدة اتفقا على عدد من الخطوات. نحن بحاجة للتعاون مع مؤسسات أخرى، مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي بشكل عام، لنكون عامل محفز. وعلينا نفكر على الصعيد الأفقي وليس العمودي، نعتمد أقل على المستوى العمودي، بل الجدوى كلها إن تعاملنا مع المسائل والقضايا بشكل فعال وناجح، إن تعاملنا بشكل بيني وأفقي. ودون ذلك أيضا علينا أن نأخذ بالاعتبار السلام. السلام دون سلام لا يوجد اقتصاد، والاقتصاد بحاجة إلى السلام. وأيضا مسائل حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان هي مسائل مهمة. هذه الأعمدة مهمة، إن ضعف أحدها فكل البنيان سيصبح ضعيفا. علينا أن نزيل الحواجز بين هذه الدول والمسائل. جوردون براون، المداخلة الأخيرة. كثير من هذه المسائل تتعلق بما لا يمكننا فعله، بل أدعوكم لتفكروا بما يمكن أن نفعله. لا تفكروا بضعف اليورو كنقطة ضعف، بل الحجة للتعاون الدولي هي الاستفادة من المراحل الراهنة. لا تنظروا إلى الإخفاقات التي قامت بها المؤسسات المالية والسياسيين في السنوات الأخيرة، بل علينا أن نحفز المزيد من التعاون، نعزز المؤسسات، وفي نفس الوقت أن نفكر بأن نكون مجموعات ضاغطة في دولنا كأصحاب مصالح، لنطلب من حكوماتنا ليكون لها دور أكبر في الاقتصاد العالمي. وبالتالي هذا هو طريقنا للأمان، لنقنع حكوماتنا في اتخاذ الخطوات الضرورية. وأمر آخر هو أن الجلسة المقبلة لا يمكن أن تكون من 3 متحدثين. شكرا لكم. 3 متحدثين رجال. أشكركم على الآراء، وهناك كثير من الآراء التي وصلتنا. وسأختتم باقتراح من جيب دوان. إذا كانت أبل، نتمنى لو أن أبل يمكن أن تطلق أحد تطبيقاتها، وهو الآي governance أو الحوكمة، حوكمة آي. هل لكم أن تطلعون كيف يمكن للمجالس العولمة يمكن أن تتفاعل؟ ونشكركم، نشكر المتحدثين. I would like to thank the panel. أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى المتحدثين 3 لتحديد سياق الجلسة المقبلة. رجاء أن تلتقوا ضمن المجالس المتخصصة بكم، وأن تسهموا بطاقاتكم وقوتكم للتفكير وتطوير توصيات وأفكار جديدة لمواجهة بعض التحديات التي رحناها الآن، ولنرسم معالم مستقبل للأجيال المقبلة. وشكراً.